صباح الخير. الصحة تاجا على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى، والحكماء يقولون إن العقل السليم في الجسم السليم. درسنا بعنوان كن قويا. كان في بنت جميلة اسمها حلا. حلا كل يوم أول ما تروح من المدرسة تذاكر دروسها، وعلى الرغم من انها تذاكر دروسها على طول الا انها بتكون مش مركزة وبتنسى بسرعة. يا ترى لو حلا بتلعب رياضة وبتاكل اكل صحي هتكون مش مركزة برضو؟ ما معنى كلمة الوادي الامين ومعنى كلمة فتيا ومضاد كلمة مقداما؟ في نهاية الفيديو عايز أسألكم بعض الأسئلة. أول سؤال، من هو أكثر قوة من وجهة نظرك، صاحب العلم أم المال أم الجسم القوي، ولماذا؟ السؤال الثاني، كيف يمكن أن تحافظ على صحتك؟